إن ظلم الناس بعضهم لبعض هو ذنب عظيم، ولقد نهانا الله عنه، وقال سبحانه وتعالى في وعيد الظلمة: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. صدق الله مولانا العظيم. هاي تفضلي حاجة سالمة، هذه الفليسات تعطيتهم لي أو صرفتهم الكرقاق؟ كتر خيرك يا حاج صالح، ربي يكترهم عليك إن شاء الله، إن شاء الله تروح لك وخيتك لسا ولسوية. إن شاء الله يا رب إن شاء الله. تعرف يا حاجة سالمة على يديك الراضية، هذه أول مرة تمشي فيها وأنا مش معها. إن شاء الله ربي يروح لك بيها ما بيهاش يا رب العالمين. إن شاء الله يا رب إن شاء الله. ما تقوليش شن قصتك معاي سيدي سالم الضاوي يبيك. شن يبي في يا سيدك سالم الضاوي؟ مري معاي تو غادي تعرفي. ما تمشيش يا عم برا، قولي سالم الضاوي كانت يبيها تعال هنا وتكلم معايا هنا، ما تكلمش مع المرأة. لا يا حاج صالح، خليني نمشي نشوفها، والوجه اللي نتحشم به نقابل به. وبنتي ربيعة أمانة في رقبتك نروح. أطلع أطلع قدامي، ارفعني لسيدك سالم الضاوي. إن سبب الظلم هو ضعف الإيمان، وإن من ظلم سيدفع الثمن باهظا لظلمه إن لم يتب. سي سالم شنو فيه؟ مرة تستنى برا، خليها تستنى أو شيء. شنو جاية تبي هذي؟ كنت زعما جاية تبي تحرش فيا ابوي و... تفضلي يا حاجة. فرج العم يا صداوي، شن تبي المرأة جاية هنا؟ سيدي سلام يبي يحكي معاه لخاطر تبيع من غير علم. باهي باهي باهي، تعال نشوف كون تمشي الامور هذه. انت كيف جيتي؟ وش تبي بالضبط؟ جيت برجليا وانت طلبت تشوفني. انا قصدي كيف جيتي للقريه
وبعدين كيف تخش السوق من غير علمي؟ يعني أي واحد يخش القرية ولا لأي مكان في بلاده لازم يستأذن. تكونش القرية باسمك وأنا ما عنديش علم. القرية وما فيها ملكي. الملك لله. انت الباين ماكش عارفة مع من تحكي. ما يهمنيش مع شكون نحكي، اللي يهمني اني نحكي ونعرف شو نقول ومع اي كان. كل شيء في السوق اني نملكه، واللي تشوفي فيه مداخل السوق مجرد عمال مستاجرين. يعني انت تبي الايجار؟ انت امراه باين عليك تسترزقي على حالك، ضربك الزمان تيرو، والواضح ما جيت هنايا الا ظروفك صعبه. الحمد لله على كل حال. قول قداش تبي. انا لو نبي نطلب الايجار نطلبه من اللي اعطاك المكان، بس منك انت لا. وقداش تبي تطلب منه؟ انا قلت لك لو نبي نطلب. وانت علاش ما قلتليش من قبل؟ خفت السات، خفت مضاوي، خفت من سي سالم ما يصدقنيش. سكتت وفكرت، قلت نخلي سي سالم يخليك انت المسؤول عن المخازن، منها انت تستفيد وتشبه بعيونك. صارك يا ضاوي، خل نرجع بس. شن بتدير معه؟ نفتح قدام بوي. لا يا سي سعد، دير زي ما يدير هو. شن قصدك؟ انت وري الضاوي انك عارف كل شيء، في نفس الوقت دير اللي يدير فيه الضاوي، منها تستفيد انت ومنها تكسب بوك. يا حاجة أنستي وشرفتي، وأي شيء تطلبيه غير قولي يا شيخ. مستورة والحمد لله، وأهل الخير مش مقصرين، ولما تنقصني حاجة نقول يا رب هو اللي يعينني. معك حق، معك حق. عمي صالح. أنا عمي ربيع. خير يا أمي عطلت. خلينا نمشي نشبح شنو فيه. أقعد أنا وين ماشي. الحاجة قالت لك تبي تمشي بروحها، بعدين هي عارفة شو تدير. وبعدين يا بنيتي أمك ما يخافش عليها. يا حس صالح، لو مشيت أنت الموضوع يكبر، خلينا نراجع شوي، كان طولت الساعة نمشينا. شوفي يا بنيتي الولاد شنو يبي يشوفي. الحاجة ما تقوليش انت ابو مني. يبيك تسامحيني. يسامحك ربي. عمران تعال ولدي. نعم خالتي سالمة. هاي ولدي. خالتي سالمة، رد بالك عليها، راهي زي المرشة، كانت كسرت معاش تتصلح زي قبل. من هي؟ خيرك يا سيداوي؟ شن فيه؟ شن صير لك؟ البنت هذه خشت دماغ يا فرج. انت سيد التريس ولد الشيخ، اشر على تبي يجي لعندك. يا ودي هذه صعبه، ما تبيش من يشاور، تبي من يجري جري. تو خلينا في موضوع سعد. اسمع انت، خود العواله والصغار واطلع على بدفي تركينا، ولو سعد قال لي بوي اطلع برا القريه مره واحده وانا نعطيك الفلوس. شنو يضمن يطلع من القريه؟ عايش الضاوي اللي يضمن لك. اسمع، قبل ما تمشي نبي منك خدمة. نعم تحت أمرك. نبيك تمشي للمركز. عاجبك حالك؟ شنو اللي خلاك هيك تمد يدك على فلوس ويريتهم يزو؟ استقدي يا سليم، استقدي يا سليم.
انت الاولى ولازم تكوني الاولى في الحوش هذا. يا نار تحرقنا كلنا. سليمه. نعم. ربي ما يحرمني منك. انا قصدك الكلام هذا لي انا؟ ايه لك انت. انا سمعتك امس تحكي انت وسالم وترجي فيه انه هو يخليني نمشي نشوف امالية. انت وخيتي والواحد يقيس على نفسه، وانا حطيت نفسي في مكانك ولقيتها واعره يا وخيتي. فعلا قلبك كبير، تبي الحق وما تزعليش مني. قولي. انا كنت حاسبتك تقرين اللطف تحركي من مكانك، نكره عدوينك. انا بك وخي. انت اختي وامي وكل شيء. شن صار فيك يا حاجة؟ ايه نادى علي حسبها بيقول لي سامحيني على اللي دارا ولدة. تريت مناديني ينشد فيا كيف جاية للقرية من غير علمي وكيف تخدمي في السوق من غير ما نعلم. مدام كبير القوم يضرب في الطبل ما تلوميش صغيرهم كالرقص. هذا لا يهمش ان يدور صغارة ولا يهمش ان يصير في الناس. شن قال لك تاني يا حاجة؟ قال شي. ربي يكفيك شرهم وخلاص يا حاجة. المهم المهم الحمد لله على سلامتك. الحمد لله على سلامتك. خفت عليك هالبيان. تخافيش علي يا بنيتي. ايه يا ما متكسر على راسي من قلال والوجع اللي فيا خلاني قويه قدام الناس. ربي يقويك على من يعديك. يا شيخ عبد الله. تفضل. بالقص صح الجور لما عم بالناس يولي عدل. لا يا ولدي لا 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 الظلم ظلم سواء عم ولا خص. مش تبتنا مسبتنا نفسي الطاو. وش السبب اللي خلاها ديرك من غير سنة؟ احنا جايين بنشرو خبزة ومرة اللي صار لها صار لها، والبنت اللي معاها جت تضرب ستة. قول يا عبدو. نعم يا عرف. نبي نسألك سؤال لكن ما تفهمنيش غلط. انت عمرك ما درت غلطة معاي ولا عمرك قلت؟ انا كل ما نعطيك شهريتك تقول لي دسهم لي. مظبوط. بيه منين تصرف؟ كيف تاكل وتشرب؟ اني من يوم جات القرية ما فيش حد سألني لا من وين جاي ولا علاش جيت. والحق يا ربي ما شفت من أهل القرية إلا كل خير. وأنا نقصد بالكلام هذا الناس الطيبة ولا النص اللي زي. كان بو يبي يفرح بي ويزوجني ويرتاح وجمعني مبلغ من المال بعد ما باع الزايدة والخرفان، لكن المرض ما عطاش فرصة وتوفاها ربي. وأنا معاش قدرت نعيش بها. طلعت من قريتنا وجيتكم للقرية، والمبلغ اللي جمع حولي قاعد نصرف فيه. الله يرحمه ويسامحه. هذه الدنيا ميت يودع في ميت. الحمد لله على كل حال. ريت يا عبد أنا نعرف إن ما حد يجي مكان حد، لكن يا ريت تعتبرني زي يعني مربي إنك عمرك ما قصرت معايا مرة.
ربي يحفظك ويعافيك. يعني اني عقب عمري نوقف في المراكز، اني عمري ما اختمت من قدامها حتى الخطوب. اصبري يا حاجه، هاو بعد نام استدعوا الضوء. انت وشيني ما تخافوش من ربي، ما تتحشموش. مرأة تخدم على حالها، تجوها في مكان خدمتها وتضايقوا فيها علاش؟ ترضى لي امك يصير فيها هكي؟ لو تغلط نرضى فيها هكي. افندي قاعد. قاعد تفضل. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تفضل. سيد الضاوي وفرج البر. خليهم يخش. حاضر فندم. شنو فيه فندي بعت لي؟ فرج شاكي في الحاجة وبنتها، وقال ضربوك حتى الضرب. الحاجة تكسر لي يدي ورجلي وما نقولش ولا كلمة. انت بعقلك ولا هبلت جايب الحاجة وبنتها للمركز؟ تو نكمل مع الحاجة وبعدها نتفاهم معك. يا فندي أنا ما فيش بيني وبين الحاجة وبنتها إلا كل هنا وكل خير. الحاجة منا وفينا. تو نكلم الفرج هذايا يدير تنازل ونسكر المحضر. الحاجة وبنتها راهم ضيوفنا وغالين علينا. بالله عليك سامحيني يا حاجة وحقك علينا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا حاج؟ الله يسلمك يا أيوب يا ولدي. كيف حالك يا حاج صالح؟ الله يسلمك يا ولدي. خير، شن فيه طالعين من المركز؟ مدام سالم وصغاره قاعدين في هالبلاد، معنا المركز هذا ما عادش نسيبوه بكل. نتقوهم بالله يا حاج. إن شاء الله يا حاج إن شاء الله. بر ورب معكم إن شاء الله. هيا حاج هيا. كثر الجوع فطال النساء وصل عباءات القوارير اللاتي لأجلهن خاض النبي صلى الله عليه وسلم حربا على بني قينقاع، وللدفاع عنها كان الموت شهادة في سبيل الله. عمي سلامي عمي سلامي. وبيس مازال وبيس مازال. خير أمك؟ شنو هم؟ الأيام كلهم وحشات، كل مرة نحس بالهم باش نذوق طعم الفرح، لكن مازال هما كملت هم وما ضقت طعم الفرح. مش ديما هك، يجيها يوم وتنفك. نعم يا نعيمة، شنو فيه؟ تو انت شن اللي خلاك متأكد انهم حيخلوك في حالك لاني هربت؟
انت خدتي اللي قلت لك عليه بس. وكان ما طلقوكش؟ انت اهربي، انا نعرف كيف نخلص روحي. الحمد لله يا بنيتي، الدنيا ما زال فيها الخير. عمك مسعود بحس فنزو الخبزة كلها. الحمد لله، لكن يوم بدايتها مشاكل ومراكز الشرطة، واضح الناس هذه مش حيخلونا في حالنا. يا بنيتي ما فيش حاجة تجيب السهل، الدنيا اسمها فيها، هادي دار الشقي، وإن شاء الله ربي يرزقنا بدار لهني يا رب. هيا ملا نودي نمشوا لي خالتك راضية، أكيد ربحت من المدينة. هيا هيا هيا. إيش في يا خيتي؟ إيش فيك؟ طمنيني يا راضية تربحي، قولي لي شنو فيه، ريحي بالي. قلت لك ما فيها شيء، وقعدت لكم على قلوبكم. أنت تقعدي في وسط عيوني وما نحسش بيك يا خيتي. إدريس. نعم. قولي شنو قالوا لك على أمك في المدينة غادي؟ يا خالي اطمن ما تشغلش بالك. الطبيب قال عندها حصوة، وخدينا لها دواء. حصوة؟ أنا والحصوة خطيرة هذي يا ودي، هذه رشادة في الكلوة وتتنحى مع الدواء. يا سبحان الله، ورشادة هذه كيف خشت الكلوة متاعك؟ السؤال هذا يا خالي اسأله للطبيب. الطبيب قال لي مرات من المية اللي نشربوا فيها. المية اللي تشربوا فيها ما كنا نشربوا فيها. لا 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 يا صالح، ما في شيء، طمن. إن شاء الله إن شاء الله ما فيك شيء، إن شاء الله إن شاء الله. طمن يا أخوي وارتاح. أنت بتطلعني خانب ولا شنو؟ مش أنا اللي بنطلعك خانب، اللي درته هو اللي يقول هيك. شنو قصدك؟ هسك وما عادش تعلي علي. جيب لي البنت من جوا. تعال. بكرة تطلعي معي بروحك. وهوي ما تخافش علي، ابوك بوكي قد قاعد انا نيني تم فرح سي سالم الضاوي. نطلع انا وابوي مع بعض. كانك تخاف علي ابوك، تطلعي معي بروحك. تصبح على خير. دير بالك. مخازن المدينة ما عاش ليك بيهم أي علاقة. أنت هذا اللي تجري عليه عاد. تعال أنت وياه، بوكو يبي يحكي معاكم. أنت لحقت تقول حتى لبوي؟ أنا ما قلت له شيء وما نبيش نقول له شيء، وزي ما قلت لك مخازن المدينة ما عاش ليك بيهم أي علاقة. بدأ مختي راكدة
خلينا نمشي القهوة نهدرج مع الحاج مسعود. مرحبا انا بمشي معك. دريس اشوف مريض دكتورة. يا غالي. هي تفضلي خالتي سامي. كيف حالك ولادي؟ كيف حالك؟ الحمد لله كيف حال صحتك انت باهية؟ بسم الله. كيف حالك يا راضي؟ الحمد لله سلام. الله يسلم حالك. يسلم ويهني. تفضل انستونا. الله يانسك. عندكم. تفضل. هاي خالتي. دير بالك. شوف خالك. ان شاء الله لاباس عليك يا خالتي. الله ما يوريك باس يا بنيتي. تعالي جنبي هني تعال. شو انت على جنبي؟ مالا انا وبنقعمز كان هي بتجي جنبك. انت امكانك في وسط القلب وفوق الراس. سلمها يا رب. انا جماعتكم اليوم نبي نقول لكم بنتزوج.